واحده في حاجه شدتني مش عارفه ايه هي. هو انت بتاعت سياح ولا ايه؟ ايه بتاعت سواح دي؟ ما تنقي كلامك، وبعدين انا ممكن اشتريهم كلهم منك بالمبلغ اللي انت عايزه. طب بصي انا هحسب حسبتي وارد عليكي. طيب اوعى تتاخر عليا، هستناك. جيجا، لا اله الا الله، محمد رسول الله، باي. معلش معلش معلش، ما انت طلعتي بتمثلي اهو بقى، ما انا عامله لنا فيها قمطه ليه؟ انا شخصيا صدقتك. اصلا انا اتعودت لما اعمل حاجه اعملها صح، يا ما اعملهاش خالص اموت انا في المبادئ. الله يخرب بيت امك، او الحوار ده كله بسبب غباوتك. خلاص بقى يالا، انت كل شويه تقطمني يالا ولا ايه؟ اخرس خالص، ولما يجي ما تفتحش بقك، سيبني اخلص معاه، فاهم؟ وانا من امتى فتحت بق يا زفت انت؟ يا اخي يا غباوتك، هو اتاخر كده ليه؟ اسكت احسن الراجل جاي. هنضف صباح على اوسخ ناس. الهارد فين؟ فلوس فين؟ اشوف الهارد الاول. ماشي، هارد اهو. وش ضمني بقى انك ما عملتش نسخه تانية عشان تقيضنا عليها؟ والله كل شيء نصيب. لا ما احنا مش لعبه ولا شخشخه في ايدك، اروح امك. بقول لكم ايه يا غالي، انت وهو الهارد اهو، خلصوا وهاتوا الفلوس عشان تاخدوا الهارد بتاعكم، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين الهارد بس عمرك معاه. اولاد الكلب. وبعدين يا شوقي؟ عاطف بسرعة هات العربية، خلينا نلحق الجثة دي. خرب بيت امك، واحنا هنشيل الوزن ده كله ازاي؟ خش هات اللي قلت لك عليه.